خير سامو. انتوا الحقيقة عرفتوا اسمه ده، احنا لسه مسميين. الذكاء ده. سلام عليكم. انت قرايب عم ساسة؟ ساسة مين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرجاوي فين بالصلاة على النبي؟ عايزين جرجاوي، عايزين جرجاوي. عايزين جرجاوي بهم. مبدئياً احنا مش جرجاوي. أيوة فين بقى جرجاوي؟ مبدئياً. فين جرجاوي؟ بس أعرف الأول أنتوا عايزين جرجاوي في إيه؟ احنا عاوزين نخلص مع جرجاوي. إيه؟ عاوزين نخلص مع جرجاوي. إلحق. دول عايزين يخلصوا مع جرجاوي. أنتوا اللي هتقتلوا جرجاوي؟ الله، ده المدة طلع حلوة قوي. إيه ده، أنت بجد تخلص مع جرجاوي؟ هتموتوا جرجاوي بأساتك بقى ولا هتدوله بسفندي في عينيه فتوجعه؟ انتوا بالسفندي في العين؟ هتنفخوا الفوم بتاع الحلاف وش ولا هتعملوا ايه؟ هي دي لعبة حلوة بس احنا مش جايين. لعبة حلوة عجبتك؟ اه والله. انت اصلا عارف جرجاوي شفته قبل كده؟ انا اول مرة اشوفه النهاردة، هو عامل ازاي؟ هتتفاجئ بجد. هتتفاجئ قد كده بس جبار. ايه ده؟ شكله عامل ازاي؟ شكله عفش بجد. سيبك من شكله. لا لا ما تسألش على شكله عشان احنا مجمعين. مجمعينه؟ اه يعني حته من الحرفيين وحته من اسماعيليه وبتاع. استنى بس عشان بقى جرجاوي دول شكلهم يا عم، دول مش شكلهم قمر قمر. يا ريت كل الجرجاوي منين ولا تعرفوه ازاي؟ احنا اصحابه في الكليه يا عم. فريق كورال وفريق جواله وفريق ايه تاني؟ انتوا مشتركين في كل الانشطه؟ اه. طيب اهلا وسهلا. مين بقى جرجاوي؟ جرجاوي ثواني مدهوله. استنى انا هعرف اطلع جرجاوي ازاي. اللي هو تعبان هتزمر له يطلع. ايه اللي هطلع جرجاوي ازاي؟ لا هو ليه والله ليه طريقه. اسمع كده. ايوه بقى ورونا. حبيب قلبي ابو جرجا. عامل ايه يا حبيبي؟ يا صاحبي اخبارك ايه؟ الله يسلمك. هاي ازيك يا جرجاوي؟ انت جايب المدام ليه؟ قلت لك دي شقه شباب. لا ده اوزو صح. اوزو اوزو صح. بتاع ايه ده؟ ده الملحن. ده الملحن اللي قلت لي عليها. ايوه عباده. خلاص يا رجاله تابعي تابعي تابعك. ايه خد تعالى. في ايه يا عم؟ ملحن ايه وقرف ايه؟ في ايه يا عم؟ قلنا الشقه دي هنيجي فيها عشان نقعد نذاكر. أيوة. مش نقعد بقى نلحن ونتنيل الانشطه اللي انت مشترك فيها دي. ما انا مشترك في انشطه الجامعه، يعني ايه المشكله؟ انشطه الجامعه ايه ليه؟ مشكلة. عشان اخد درجات الرحمه. درجات الرحمه دي لما تخش الجنه ان شاء الله. اللي بيديها لها في الجامعه يالا. يا ابني اسمها درجات رأفت. ايوه درجات رأفت. انا عايز درجات رأفت. مين؟ امال ايه؟ طيب هتاخد درجات رأفت ورأفت يروح حافي. طب اسمها ايه طيب يا عم؟ اسمها درجات الرأفه. ايوه هي دي بيدوها لي. الحمد لله. يدوها لك ايه يا جرجاوي؟ يدوها لك ايه؟ ايه المشكله؟ مجموعك كله من 500، درجات الرأفه 4 درجات. طب الحمد لله عليك. طمع يا عم. طمع يا جرجاوي. بقالك 13 سنه بقالك 13 سنه في سنه ثانيه. قول والله انا في سنه ثانيه. انت مش عارف انت في سنه كام يا جرجاوي؟ انا ما اعرفش. كفايه انشطه بقى وهبل يا جرجاوي. ماشي ارجل بقى. ساعه وهيمشي على طول. ساعه ايه؟ هم 10 دقايق. حاضر يعني. انا رايح مشوار. ماشي. ارجع ما الاقيش حد هنا يا جرجاوي. حاضر يعني. انت فاهم يا جرجاوي ولا لا؟ خلاص يا بابا حاضر. في ايه يا عم؟ بالراحه يا ماشي ماشي. اجي ما اشوفش ده قدامي. عيب يا عم. ما تقلقش. عيب. حاضر يا عم. ايه ده الناس دي؟ امشي يا انت. ماشي انا داخل اذاكر انجلش كيك. ايوه يا ذاكر انت. خد يلا استنى يلا. ايه يا حبيبي؟ اشرب ايه؟ شاي سكر زياده. واحد شاي بعد اذنك. وانا عاوز هوت سيدا. ما تعملش حاجه انا هتصرف معاه. اتكل انت على الله. اتكل على الله. لا 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 ولا انت يلا. يا ريت شلب وكان بلاستيك. ايه يا عم؟ مال الواد ده فيه ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله تمام. ايه يا جرجاوي؟ ايه ده؟ ايه يا ده انت يالا؟ في ايه؟ هات كرسي واقعد عليه. ما اقعد معاكم. الكنبه تشيل ثلاثه. الكنبه تشيل اثنين يا حبيبي رجاله. الجرف. مين الواد ده يا عم؟ يا عم ده اوزو بس هو تلاقيه حنين شويه عشان ملحن يعني. اه يا عم انا عارف. ايدي وجعتني. بعدين يا عم ده هيوترنا في القعده دي ولا ايه؟ لا لا انت يا بيوز شويه عيب. ينفع جرجره ومش قادر اشيله. وبيقول ايه يا عم الراجل ده؟ هو عايز جرجره عشان. طب يا عم جرجر الكرسي. ايوه واقعد عليه بعيد. بعيد بعيد. في ايه يا عم؟ ما توترناش. معلش معلش. بقول لك ايه بقى؟ ايه يا حبيبي؟ عايزين قصيده بقى من قصايدك الحلوه دي، تنفع اغنيه رومانسيه كده. ابعد يا عم شويه. ابعد يا عم شويه كده. طب ابن حلال يلا. إيه؟ انا لسه مالف قصيده وانا جاي في القط هتموت عليها. الله سمعني. خد يا عم اسمع الحنيه دي. سمعني يا سيدي. اسمع يا حبيبي. الله. ايوه كده. حبيبي حبك شلحني. الله. شلحني. بمشي ومحدش يلمحني، ولما اعدي في شارع ضلمه. ضلمه. الله. يا اخي احترم شنبك حتى. في ايه يا عم انت مالك؟ في ايه؟ انا بقول الكلام اللي انت كاتبه، ما جبتش حاجه من عندي. في ايه يا عم؟ ايه يا هايدي مالك؟ انت اللي قلت ضلمه، انا اقول ضلمه.
ولما عدي في شارع ضلمه ايوه حرامي يجي يشلوحني الحب زي الاستيكه يمسح ويعمل بوليكه تفتكري يعني بحبك ليه؟ ليه؟ عشان بشوفك فرتاكه الله الله عليك سلام سلام يلا بالكلب كلام فرتاكه من الفرتاكه وسع ايدك يا ايه ايه يا عم الواد ده في ايه لا ده عاوز هيلحنها دلوقتي ده اللي هيلحنها ده اللي هيلحنها ربنا يستر على الكلمات ممكن توريني بس بصصني بصصني اتفضل يا حبيبي ها خش يا عم شو ها حبيبي حبك شلحني بمشي ومحبش يلمحني ولما ابدي في شارع ضلمة انت الكلمات لروبي ولا ايه؟ الحبيبي هو يا ده اصعيده يا عم هو بس اللحن شده بس شد عليا ان انا ببين لك كلماتك بس